الو ايه انا المديرة. شو الاخبار؟ منيحة بالمحل؟ في مشكلة؟ طيب ليكني انا هلا جاي. قديش كبيرة المشكلة؟ كتير؟ يعني قديش كبيرة؟ كتير ما فيك تقولي؟ طيب ليكني انا جاي، بس تحكم بالمشكلة ما تكبر اكتر. يلا جاي، يلا باي. كل ما دشروا لحاله بالشغل بيعمل لي مشكلة. يلا احسروا لحق فيه. الجبنة المازوغيلا احسن من الجبنة اللي انت بتحبها. اي جبنة انت عبرها؟ انا بحب تشيز بيتزا. لا ما الجبنة تبعت تشيز احسن. لا ما انا. لا ايه لا انت شو عم تسوي؟ وين ما اساس انتوا تروحوا على شغلكم؟ شو هون قاعدين؟ راح على وقت البريك، نص ساعة حتى البريك، شو عم تعملوا هون؟ هو عم يتاتل معي اي تشيز يا جبنة احسن. لا انا ما نيم قاعدة. هلا وقف. هلا كان عندي اشغال واشياء وانتوا هون ناديتوا لي عشان الجبنة. يلا كل واحد على شغله. يلا ها تفتح. شو هاي الموظفين ما عاد يعرفوا شلون يشتغلوا. سلموا يعني تعرف لانه التوميتو هي فيجيتابل معنا فروت؟ لا مرحبا، شو شايفتكم هون بالبريك؟ ليه عم تطلعوا فينا هيك؟ شوفي لا بدك تعطينا مصاري. ايه المصاري ما عم يكفيكم اللي انا عم اعطيكم اياه هون؟ لا لازمك تعطينا كمان مصاري. ايه طيب بعده هيك، انا وقت اجيت لقيتكم عم تقتلوا عشان جبني، ومبارحه لقيتكم عم تقتلوا عشان اشي يعني ما له اهميه، وبدكم كمان مصاري؟ انت بسمتينا. يعني اللي احنا عم نشتغل مصاري. يعني هارد، يعني عم نشتغل بصعوبه، يعني بسمتينا مصاري صغير. طيب بس انا ما رح ازيد المبلغ لانه انتم عم تشتغلوا كثير منيح. اوكي شو بدك اعمل؟ لا بدي، احنا بنشتغل كثير منيح، كثير. لازم تطلعينا يعني كم مصاري لانه يعني 100. انتوا قاعد عم تخافوني، عم تقربوا علي كثير. انا رايحه على شغلي، انتوا كمان روحوا على شغلكم. يعني بتخليك هون وبدلها نهرو لعندها ونهددها عشان هي تعطينا كمان فلوس. اوكي سو انتي تخبى وانا اوكي. انا هيك بدي احصل رقم. شلون شغلكم؟ شو جيتوا تسرقوني بنص الشارع كل العالم شايفكم؟ على ليه اذا ما عندكم مخ يكون عندكم احساس. يلا كيف تشبيك ادفعي لنا مصاري؟ بتعرفي انه شغلنا يعني متعب. خلص ما تحكي ولا حرف. انت مدبره لكل هاي الافكار. عارف شو نجي نهدد عشان تعطينا كمان مصاري؟ كيف انت بعرفي؟ يلا خلص اشتغل. يلا في عندكم كمان شغل. يلا انا خلصت. خلصت؟ خليني اتاكد. لا هاي لسه ما خلصتيها. عملية ليك يعني. ايه شفتها. يلا خلصيني. انا رايحة وراجعة. روحي العي. شو قلت اشي؟ لا ما قلت اشي. قلت يلا روحي عشرني.